طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية. معكم يوسف عربيات من سمارت تيم. اليوم إن شاء الله راح نشرح موضوع الـ Input Output، جملة الـ CN، جملة الـ COut. بجوز في منكم أول مرة بسمع بكلمة CN أو COut. طيب الآن عملية إنه الجهاز أو الكمبيوتر يأخذ منك Input، يأخذ منك مدخلات، ياخذ منك قيم حتى يخزنها بمتغيرات، بتصير عن طريق جمل الادخال. عملية انه الكمبيوتر يمسك يطلع لك جمل اخراج، يطبع لك اشي على الجهاز عن طريق جمل الاخراج، جمل الطباعة. طيب الان نبلش بجمل الادخال اللي هي الانبوت. الانبوت طريقة ادخال input على الجهاز بلغة السي بلس بلس، بدي اكتب اول شيء سينتاكس، بيصير عن طريق كلمة سي ان وبعديها قوسين زي هيك. سي ان بدي اكتب بس هون انه تقرأ كالتالي، سي ان، تمام. بعديها هون سي ان المدخل بدي ادخله على سبيل المثال فاريبل، فاريبل الاول، بعدين بدي ادخل كمان متغير على سبيل المثال، برد بحط نفس هاي الاشاره فاريبل 2 على سبيل المثال. بعديها خلاص لو بدي ادخل كمان بس بحط كمان سهمين، بس اوقف بحط ايش، سيمي كولون، تمام. طبعا السي ان هي اختصار لستاندرد انبوت ستريم، عملية السهمين اللي هم ستريم اكستراكشن اوبريتر، هذول اسمهم ستريم اكستراكشن اوبريتر، والسي ان اللي هم ستاندرد انبوت ستريم، تمام. هذا بالنسبة لعملية الـ CN. عشان أخلي الـ COut بالفيديو الجاي إن شاء الله، اللي هي جملة الطباعة. ويعطيكم ألف عافية.